السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن مكمل اوبتي وومن وهو للنساء فقط. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن اوبتي من والنهاردة بنتكلم عن اوبتي وومن. وقبل ما نتكلم عن اي حاجة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحابب اشكركم جدا 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 على كل التعليقات الجميلة اللي بلاقيها عندي في الكومنتات على الفيديوهات وكل اللايكات وكل الحاجات اللي انتوا بتعملوها علشاني، الف 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 مليون شكر لكم. وندخل في الموضوع على طول. بإذن الله اللي جاي أحسن. السلام عليكم. دلوقتي مكمل أوبتي وومن هو من إنتاج شركة أوبتيمم نيوتريشن للمكملات. وطبعا الشركة دي زي ما انتوا عارفين هي عاملة واي بروتين وعاملة كرياتين، عاملة كذا منتج، وشركة جميلة جدا جدا. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اوبتيمن وهو مكمل خصوصا للرجال فقط، علشان بيبقى فيه فيتامينات وفيه عناصر لجسم الرجل على مدار اليوم بيحتاجها هو. اوبتي وومن برضو فيه عناصر وفيه فيتامينات بتناسب جسم الست على مدار اليوم، او بيحتاجها جسم الست على مدار اليوم للنشاط والحيوية، صحة البشرة وتساقط الشعر وتأكل الأسنان إلى آخره، حاجات بتخص جسم الست فقط لا غير. فالشركة عملت المنتج ده وحطت فيه العناصر اللي بيحتاجها جسم الست على مدار اليوم علشان يحافظ على كل الفيتامينات وكل المعادن اللي في جسمها سواء بتتمرن أو ما بتتمرنش. مكونات مكمل أوبتي وومن، المكونات اللي احنا هنقولها دي الجرعة بتاعة المكمل، يعني الاتنين كبسولة اللي بتاخديهم في اليوم، في 5000 وحدة دولية من فيتامين ألف، 250 ميلي جرام من فيتامين سي، و600 وحدة دولية من فيتامين دال، و100 وحدة دولية من فيتامين اي، و80 ميكرو جرام من فيتامين كاف، و20 ميلي جرام لبي واحد وبي اتنين وبي تلاتة وبي ستة، و600 ميكرو جرام من حمض الفوليك، و100 ميكرو جرام من فيتامين بي 12، وفي 150 ملي جرام من الكالسيوم، و18 ملي جرام من الحديد، و75 ملي جرام من المغنيسيوم، 15 ملي جرام من الزنك، وفي اهم مكون وهو حشيشه الملاك. اللي ما يعرفش حشيشه الملاك دي اللي هي الدونج كوي، حشيشه الملاك دي ليها 30000 فايده على مستوى الجسم، المستوى الجسماني والمستوى الروحاني. في اوفا اورسي اللي هو التوت البري النادر، وطبعا كتير قوي من العناصر الغذائيه والفيتامينات والمعادن اللي موجوده في قلب المكمل ده، فهنزل على جنب كده انزل لكم المكونات كلها. فوائد مكمل اوبتي للنساء احنا اتكلمنا برضو وقلنا ان هو بيدي حيويه لجسم الست وبيديها نشاط وبيديها فيتامينات خاصه بالبشره، بتخلي البشرة ناضجة، وبيقلل من ظهور الشيخوخة، وبيقلل من ظهور التجاعيد، وبيقلل من ظهور الشعر الأبيض. يعني ليه فوائد جامدة جدا جدا وكتيرة جدا، فهنتكلم عن كام فايدة كده منها. بيرفع مناعة الجسم، يحتوي على مضادات أكسدة عالية في التركيز علشان يحافظ على شباب الجسم وصحة الجسم بصورة عامة. وطبعا زي ما قلنا هو فيه 150 ميلي جرام للكالسيوم، فالكالسيوم مهم جدا جدا للسيدات لأن هما أكتر عرضة لهشاشة العظام، والنسبة دي مش قليلة، فهتفيدك جدا 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 وهتحد من انتشار هشاشة العظام أو أي وجع في العظام عامة. والهشاشة في العظام طبعا بتيجي من الرضاعة أو الحمل أو التقدم في السن. لأن إن فيه فيتامين ألف فده هيحافظ على البشرة ويحافظ على الجلد ويحافظ على نعومة الجلد بصورة كبيرة جدا، وبيحافظ على رطوبة العين. وزي ما قلنا برضو في المكونات هو فيه 250 ملي من فيتامين سي، وفيتامين سي مفيد جدا جدا. ومن أهم فوائد فيتامين سي للجسم هو إن بيخلي الجلد لونه ما يتغيرش، طبعا ليه دور كبير في صحة الجسم وصحة الشعر. وطبعا مع الكالسيوم هو فيه 600 ملي من فيتامين دي، وده بيحافظ على العظام بصورة كبيرة جدا جدا وبيمنع الهشاشة منعا تاما. وده كلام المعامل اللي عملت اختبارات كتير جدا 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 على المنتج ده، وكل الدكاترة اللي نصحوا بيه الستات الكبيرة في السن والشباب. ومن اهم فوائد المكمل ده ان هو فيه فيتامين اي، وده خاص بالست، بيرفع من معدل الخصوبة جامد جدا، وبيحتوي على فيتامين بي 12 اللي بيحافظ على الأعصاب واللي بيحافظ على الشعر وخلايا الدم. هو بيجي في العلبة اللي انتوا شايفينها دي عبارة عن 60 كبسولة،
طريقة استخدامه ان انت بتاخدي حبايتين على مدار اليوم، حباية قبل الفطار او بعد الفطار، وحباية قبل العشاء او بعد العشاء. الاقل من 18 سنة طبعا هيستخدم المنتج ده، لو استخدمه هيستخدمه تحت اشراف طبي، انما هو مش ممنوع للحوامل ومش ممنوع للمرضعات. المكمل امن تماما تماما، مفهوش اي مشاكل الا اللي عنده حساسية من بروتين الصويا او مكونات الصويا عامة، لان المكمل ده فيه مكونات من الصويا بيستخدموا الاطباء وبيدوا للمرضى اللي هم بيبقوا عايزين يزودوا من الخصوبة، او لا قدر الله عندهم مشاكل لسه في الحمل وكده. يعني الدكاترة بيقولوا ان هم يستخدموا المنتج ده لمدة 3 شهور. المنتج امن للحوامل، امن مع الرضاعة عادي مفيش مشكلة، بس يعني دي نصيحة مني انا، ان انت لازم تستشير الطبيب في المكونات بتاعته وتقولي له ايه الغلط مع الرضاعة او الحمل. بس ده تقريبا كان كل حاجة عن اوبتي وومن. وتنساش لو انت على اليوتيوب تعمل لايك او تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو في اي موضوعات تاني عايزني اتكلم عنها ياريت تسيبولي في الكومنتات تحت، وياريت تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نقفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.